وسط كل هذه الظروف اللي بنعدي فيها. لو واحد يا رب فينا الآن يا رب مش مطمن، أنت تعالوا طمنوا، تعالوا أنت يا رب أعطينا سلامك الذي فوق كل عقل. تعال يا رب املى شعبك بسلام غير عادي، السلام يا رب المكتوب عنه أنه فوق كل عقل، فوق كل عقل يا رب. Thank you.
كل يوم بيزيد احتياجي ليك اني اسمع صوتك قلبي يشفع بيك. كل يوم بيزيد احتياجي ليك اني اسمع صوتك قلبي يشفع اللي بقول.
ثقتنا فيك في هذا اليوم. بقول لك أنا وشعبك، أنا ليه أخاف؟ بكلم نفسي أولا وبقول له، بذكر نفسي أنا ليه أخاف، وملك الملوك ورب الأرباب معي. تعال معي وذكر نفسك، لو خايف لو مضطرب قول لنفسك أنا ليه أخاف وملك الملوك ورب الأرباب معي. قلوب الملوك جدول المياه في يده، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. مكتوب عنه كده في أشعياء 61، روح الرب السيد، روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي سنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين، لأجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد، ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول ويجددون المدن الخربة، موحشات دور فدور. بعدين بيقول، أما أنتم فتدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون. هاليلويا. لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. تعال معي وقول يا رب تعال، وأنت أعطيني جمال عوض عن كل رماد بحياتي، أعطيني دهن فرح عوض عن النوح، أعطني رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. يا رب بصل يا رب لكل نفس منكسرة، لكل يا رب نفس حزينة،
لكل مأسور. يا رب أنت تعلن حياة على كل موت. تعال يا رب أنت عزي شعبك، احيينا ألا تعود يا رب فتحيينا فيفرح بك شعبك. أعظمك لأنك أنت يا رب موجود، ولأنك رب أنت يا رب تعزي شعبك، تنشلنا من طين الحمقى، تعوض عن السنين اللي أكلها الجراد. من تواجدك نعلن أنك أنت وحدك الملك. تعالوا معي نعلن أنه هو وحده يسوع اللي بيستحق أن يكون الملك على حياتنا. هو الوحيد اللي بيستحق أنه نخضع له وتخضع له كل اسم وكل ركبة، ممن على في السماء ومع الأرض. يسوع نتوجك، يسوع السلطان يسوع.
كم أنت عظيم.
أشكرك لأنك أنت رب تلبسنا ثياب الخلاص، جمال بدل الرماد، تسبيح لكل شخص يائس في هذا اليوم، لكل روح يائسة. نؤمن يا رب، نؤمن أنك موجود وأنك أنت رب. هو اللي كنت يا رب من 2000 سنة تقول تصنع خير، انت لسه يا رب في وسطنا تصنع خير، تعمل معجزات، تفك أسرى، تعمل آيات وعجائب لكل مجد. مبارك اسم الرب. الرب صالح وإلى الأبد رحمته. كم واحد يقول أمين؟ سنواصل الحديث عن الخطى الثابتة أو الثبات أو التأصل أو الرسوخ في شخص الرب يسوع المسيح. هقرأ الآية اللي المفروض نكون حافظينها باي ناو. حد فاكر الشاهد بتاعها؟ كورنثوس الأولى أصحاح 15 وعدد 57. إن شاء الله نفتكرها المرة الجاية، أسألكم نفس السؤال. كورنثوس الأولى 15 3 خمسات 57 7 وخمسة تاني. كورنثوس الأولى، أسمع صوتكم، 58. نبدأ من 57. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا أخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. بنبدأ بالانتصار وبننتهي بأن تعبنا ليس باطلا في الرب. النهاردة هتكلم المرة اللي فاتت، أو خليني ألخص الثلاث مرات في دقائق وبعدين نقرأ شاهدين. المرة الأولى تحدثنا عن الثبات، وتحدثنا عن الثبات في المجالات المختلفة. المرة الثانية تحدثنا عن الله في كمالاته هو مركز ونموذج للثبات. في المرة الثالثة اللي هي المرة اللي فاتت تحدثنا عن شخص المسيح يسوع الذي كان دائما أمامه الهدف الذي جاء من أجله، وكان لا يتزعزع ولا يهتز بالنسبة لله. قلنا إنه هو الله الذي لا يتغير، ويقول في ملاخي 6:3 لأني أنا الرب لا أتغير، لأني أنا الرب لا أتغير. وفي يعقوب 1:17 يقول هذه الكلمات الهامة جدا، بيقول إن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق، من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. عن المسيح اخترنا أشعياء 50:7 الذي كان جعلت وجهي كالصوان
وفي لوقا 9 يقول وثبت وجهه نحو أورشليم. كان جاي عنده دعوة، عارف لماذا جاء، ما هي دعوته، وأنه مصر أن يكمل هذه الدعوة. وده اللي كنا بنتكلم عنه المرة اللي فاتت. هختم بجزئية صغيرة في حياة المسيح في غاية الأهمية، وبعدين هاخد نماذج أخرى من العهد القديم، ولو كفى الوقت، ولو أني أثق أن الوقت مش هيكفي، هنكمل عن باقي هذه النماذج في العهد الجديد. نقرأ مع بعض من إنجيل متى. متى ويوحنا الاثنين اللي ذكروا الحادثة التي فيها عطش المسيح وهو على الصليب. ففي متى 27 عدد 34، خلينا نقف مع بعض لقراءة كلمة الله. متى 27 34 يقول: أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. أعطوه خلا ممزوجا بمرارة لا ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. الخل اللي كان بيمزجوه بالمرار أو بنوع من الخمور، ده كانت أحد نقدر نقول المخدرات اللي كانوا بيدوها للمتألم جدا، وهنا المسيح كان في حالة الألم لتخدير الوجع والألم والمعاناة. لكن المسيح رفض لما ضاق، ولأن ده المخدر، رفض أن يأخذ. طب ليه؟ لأنه كان يعرف دعوته، وجاء لا ليخدم بل ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وعشان ما نلخبطش في الشواهد، أنا قصدت أطلع يوحنا 19 لما عطش المسيح، ودي كان بعد أن عانى كل الآلام، بعد أن عانى من آلام الصليب ومن الطعن في بالحربة وبعد الهز والسخرية وكل هذا الكلام. يقول في أصحاح 19 عدد 29: وكان إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا أسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. والكلام ده يقول لنا قبلها على طول لكي يتمم النبوات، لما قال أنا عطشان يتمم النبوة اللي بتقول أنه في عطشي سقوني خلا. الخل ما كانش بيخدر، لكن كان عذاب أكتر للمصلوب، لا للتخدير، لكن عشان المفروض حاجة ترويك، فكانوا يروه بآلام متزايدة. وبعدها نكس الرأس وأسلم الروح، أي أنه رفض كما رأينا في متى، ولم يتكلم مرقس ولوقا عن هذا التفصيل في أحداث الصليب، لكن نجد أن المسيح أصر ورفض التخدير لكي يأخذ آلامنا كلنا. أدي يا رب بنشكرك لأنك نموذجنا الكامل ومثلنا الأعظم. أنت الذي قلت تعلموا مني، إحنا بنتعلم منك إنك كنت جاي عشان رسالة وهدف ومهمة، في واقع الأمر تجسدت من أجلها وعشت لها ومت محققا ما جئت من أجله، لكي تشبع وترضي إرادة الله الآب وتنقذ البشرية الساقطة. علمنا يا رب كيف نتمثل بيك في الإصرار، في التمسك، في الصمود، حتى نتمم المهمة. ناس كتيرة بتبتدي لكن قليلون هم الذين يكملون. علمنا إن احنا
نكمل المشوار واثقين أنك تحفظ وديعتنا إلى ذلك اليوم. نصلي من أجل كل نفوس المتعبة والمريضة. نرفع أمامك يا رب الأخ عصمت اللي يعاني الآن من آلام ومرض. نصلي في اسم يسوع المسيح الذي حمل هو كل أسقامنا وأمراضنا في جسده على الخشبة. ارفع عنه الألم، خفف عنه المعاناة، مد يدك إليه، احسن إلى الجميع بمراحمك، مد لطف ناحية كل صارخ، كل متألم، كل متعب، كل مريض، كل من يطلب وجهك، واثقين أنك كما كنت بالجسد على الأرض تنظر إلى الجموع وتتحنن عليهم. انظر يا رب إلى شعبك وإلى الصارخين إليك وابسط لطفا وتحنن على الجميع. تكلم إلى قلوبنا بروحك القدوس في اسم الرب يسوع المسيح. نصلي لك أيها الآب كل المجد والكرامة والعظمة في المسيح. آمين. مرة تانية أذكركم بأن المسيح كان له هدف ورؤية جاء من أجلها وعاش لأجلها، رغم أنه كان عارف أنه سيذهب إلى الصليب ليحمل خطايا البشرية ويحمل كل تعبهم ويدفع قصاص الخطية، إلا أنه لم يعيش حياة لذاته. واحد مولود لكي يموت، كل يوم يعيش إزاي؟ لا، كان يقول لنا الكتاب في أعمال 10:38 الذي كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الرب كان معه. إذن لم يأتي لذاته، لكن حتى وهو مدرك أن نهاية المشوار هو الصليب والمعاناة، إلا أنه عاش يخدم الآخرين، لا يخدم لكن يبذل نفسه فدية عن كثيرين، يبكي ذهب إلى مكان الموتى يبكي، لكنه ليس كالإنسان مكتوف الأيدي فكان يقيم الموتى، ذهب إلى الفرح والعرس لكي يفرح مع الفرحين. هو مش عارف ان في يوم الايام هيموت، عارف، وكان يعلم الوقت والتوقيت الالهي، وكان يعيش في ملء مشيئة الله الآب السماوي، وكان يحقق كل ما جاء لأجله. عشان كده لما ارادوا ان هم يمسكوه قبل الصليب كان يعمل معجزات ويختفي منهم، رفض وكان يعرف الوقت فلم يقبل الموت قبل توقيته وقبل الزمن المعين والمحدد. وفي الجلجثة في ليلة الصليب كان يصرخ من شدة الألم، وكان عرقه يتساقط كقطرات الدم، معاناة ألم من أجل خطايا البشرية وما سوف يجتاز فيه طياراتك ولججك جازت علي. دخل في ملحمة الألم واليأس والعذاب، ومع ذلك كانت النهاية لكن إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وهكذا استمر في حمل خطايا البشرية ودفع ثمن المعاناة وتخلي وحجب الآب وجهه عنه، إلهي إلهي لماذا تركتني، ومع ذلك لم يقبل التخدير لكنه عانى من الألم حتى أسلم الروح. إيه ده؟ إيه النموذج ده؟ أنه نموذج الثبات.
أنه نموذج معرفة الهدف، أنه نموذج الخطى الثابتة الراسخة التي لا تتزعزع. إذا رأيت إنسانا هادئا فليس بالضرورة لأن ذهنه فارغ، لكن ربما لأنه ثابت على هدف يعيش لأجله. هناك الكثير الذي قيل عن الثبات في الرب. صلى واحد هذه الصلوة اللي ترجمتها كالآتي: يا رب أعطني صمود بلا قساوة وثبات بلا عناد وحب بلا ضعف. شوف التوازن ده مش سهل، يحتاج إلى نعمة خاصة وقوة من الروح القدس، لأنك ممكن تبقى ثابت وتصر على ما تفعل حتى في الحاجات الغلط ممكن تصر فيها وهنا تبقى مشكلة. لكن يقول له أعطني الصمود، تبقى صامد بلا قساوة لكن قلبي مش متحجر. steadfastness without hardness. أعطني حب بلا ضعف، أبقى عندي القدرة أحب الأعداء لكن مش منطلق إني ضعيف ومش قادر عليهم. وقال آخر: كن كالجرف. عارفين الجرف؟ كليف. الكليف ده عبارة عن منطقة صخرية بتبقى في وسط المياه، عبارة عن صخر تضرب فيها الأمواج العالية، لكن يقول كن كالجرف الذي تضربه الأمواج العالية محاولة كسره، إلا أنه يستأنسها فتصير المياه المحيطة هادئة. ده شخصية تتخبط شمال ويمين لكن يستطيع أن يستأنس كل هذه الأمواج لأنه ثابت، ثابت قلبي يا الله. واحد يعرف وعنده ثقة فالله ما يهتزش بسهولة. كان المسيح النموذج الأكمل الأعلى الأوحد في الثبات للدعوة والهدف الذي جاء وتجسد من أجله على الأرض، حتى أن لا يعاني الألم رفضه على الصليب، رفض أن يذوق هذا الخل الممزوج بمرارة وبخمور، وقالوا أن ده كان حاجة من الحاجات اللي كانوا الناس أصحاب الشخص المتألم يجهزوها ويعدوها مع الأطياب والحاجات دي كلها لتكفين الجسد. وأكيد المريمات اللي كانوا بيعدوا الحنوط والحاجات دي كانوا جايبين حاجات زي كده معاهم، لكنه رفض أن يأخذه. لما ذاق رفض أن يتناوله. إصرار أن يتمم المهمة، ما تنقصش ولا ألم. ليه؟ لكي يتمم أيضا النبوات التي قيلت فيه وبخصوص هذه الأحداث القليلة الصغيرة التفصيلية. فكان النموذج الكامل الذي جاء ليتمم مشيئة الله بلا اهتزاز بلا تردد بلا ازدواجية، لكنه كان راسخا وكان وجهه ثابتا إلى الهدف، وكان وجهه كالصوان، واحد وجهه لا يهتز ولا عارف هو ماشي ليه وماشي فين وما هو الهدف من أجل الطريق الذي يسير فيه. قرأت قصة واقعية، يمكن خصوصا المصريين كلنا سمعنا عن بطرس غالي الوزير الذي انتقل، وبنته كمان جت بعد كده وزيرة. قالوا إن هذه العائلة كان شعارها إخراج أفضل السياسيين المسيحيين في مصر،
وبدأت القصة من بطرس غالي، وبعد كده بطرس سموه على جده، الجد الذي تم اغتياله 1910 عن طريق واحد مسلم، وكانت الشوارع تمتلئ بالفرح لأنهم قتلوا الوزير الوحيد المسيحي أو في نظرهم الكافر. لكن العائلة لم تستسلم، كان لها دعوة وهدف، فقرروا أن ينتقلوا من المكان الذي كانوا فيه واشتروا، أنا مش عارف بالضبط تاريخ أنهي كنيسة، لكن اشتروا أرض وبنوا كنيسة ضخمة في القاهرة وهي موجودة حتى اليوم. وبعدها جاء بطرس غالي وصار وزيرا، كتبت القصة الريدرز دايجست والنيويورك تايمز، قصة حقيقية، واختير وزيرا وعاش يحقق الهدف الذي شعر أنه عاش لأجله، أن يصير سياسيا محنكا له سمعته الدولية. إصرار، أهداف. الشخص اللي يعيش من غير هدف يتوه. المؤمن اللي ماشي وبس ما يعرفش هو رايح فين، لكن اللي وضع في قلبه زي مين؟ الفتية الثلاثة، يقول على دانيال: ووضع في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. يعني إيه وضع في قلبه؟ أصل الثبات والإصرار ده مش حاجة جسدية حرفية أنك ما تبقاش ماشي بتتهز، ده حاجة فكرية ذهنية عقلية تبدأ من هنا وتنتقل إلى القلب وتنعكس على المسيرة. وسؤالي: يا ترى خطواتك وخطواتك ثابتة؟ هل أنت وهل أنت ثابت راسخ غير متزعزع؟ ولو تفتكروا قلنا كلمة راسخ تعني شيء له جذور عميقة لا يهتز. في ناس سهل جدا تهزها، في ناس سهل جدا تفقد إيمانها كده بالطريقة بالسولوفيا، لكن في ناس زي الجبل راسخة. بندهش من بولس الرسول، بندهش لما تقرأ حياته بتمعن وبتفكير بسيط عميق، تجد أن هذا الرجل كان عايش مستبيع بمعنى الكلمة. إحنا يقول لك هو مين عايز يموت؟ ده بقى ما كانتش فرقة معاه موت ولا حياة. الوحيد اللي في الكتاب المقدس كله اللي قال إن عشنا فللرب نعيش، واستجرى يقول وإن متنا فللرب نموت. يعني إيه يا عم؟ قال يعني إن عشنا أو متنا فللرب نحيا. هو ده، أنا بسامي ده الاستبياع المقدس. واحد مؤمن مرة قال لي هو مين عايز يموت؟ ما صح عارفين رايحين السماء، بس نسيب العيال لمين ومش عارف نعمل ايه وايه. فبتلاقي في داخل قلب الانسان بصراحه برضه لسه الحياه اهم من الموت، لكن الرجل ده ما كانتش فارقه معاه. عشان كده قال ايه اكبر من الحياه. ليا الحياه هي المسيح. يعني كل الحياة بكل ما فيها هي المسيح، المسيح الذي لا يموت، المسيح الحي، المسيح الأبدي، المسيح الأزلي. فعلا آية أكبر من الحياة. طب ولو موت؟ هل الموت ربح؟ تفكر أن أنا عايش مبسوط ولنفسي؟ لا، ده أنا عايش بتعذب وأتقل من أجلك، نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، جاهزين نتذبح في أي وقت. عشان كده
الحياة بالنسبة لي لا تعني ما تعنيه للآخرين، لكن بالنسبة لي هي المسيح. أنا عايش له، أخدمه، أكرز باسمه، أعرف الناس عنه، أخدم في كل مكان، أضطهد، أضرب، يحاولون قتلي، أحاكم، أترمي في السجون، كل ده مش مهم. ده فعلا ده الموت كان أحسن له من اللي شافه في الحياة، لكن كان رجلا ثابتا لم تهزه الظروف والأحوال والضيقات والعذابات وحتى الموت ذاته. خليني أديلكم مثال لألا نقول طب ده بولس، مين يبقى زي بولس؟ أمثلة مليانة في الكتاب المقدس، رجال وسيدات الحقيقة. خلينا نتكلم على بسيط خالص بس النموذج أحطه قدامكم، مش هتكلم عليه كتير. استير اللي شعبها كان هيباد بأكمله، وأرسل إليها مردخاي رسالة وقال لها، كان لابس المسح وصايم وعايش في حزن لأن عدو اليهود أراد أنه يخلص عليهم كلهم، يعمل عملية إبادة لليهود، فأخبر مردخاي استير 4:12، فأخبر مردخاي بكلام استير، متأسف، فأخبروا مردخاي بكلام استير، فقال مردخاي أن تجاوب استير، لا تفتكري في نفسك أنك تنجينا في بيت الملك، لا خش للملك وترجيه واطلبوا منه أنه يتدخل في الأمر. قالت له أنا قدامي 30 يوم، ما بدخلش 30 يوم، دول مش بتوعي، واللي يدخل قدام الملك ويستاء الملك من دخوله بلا سابق موعد يتقتل، لكن إذا مد الملك العصا أو القضيب الذهبي إلى الداخل معناها أنه راضي عنه وعايز يسمع شكواه. فقالت له أنا ما أقدرش أعمل حاجة. فقال لها لا تفتكري في نفسك أنك تنجينا في بيت الملك، عشان أنت قاعدة جوه بيت الملك أنك قاعدة في أمان، اوعى تفكري دون جميع اليهود، لأنك إن سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون. اوعى تفكري أنت قاعدة في مكان الإطمئنان اليهود هيموتوا، وأنت لأنك قاعدة جوه القصر أنت وأهلك واللي معاك هتنجوا. اوعى تفكري، هتبيدوا أنتوا أيضا. ومن يعلم، خلي بالك انت، ربنا اقامك لدعوة. الراجل كان فاهم دعوة الله على البنت اللي هي زي بنته اللي تبناها. ومن يعلم ان كنت لوقت مثل هذا وصلت الى الملك. هو ربنا حطك، اوعي تفكري عشان جمالك، لكن ربنا حطك لهدف. وانا عايز اقول لك المكان اللي حضرتك فيه والمكان اللي حضرتك فيه، ربنا وضعك ووضعك في هذا المكان لهدف. اوعى واوعي الهدف يكون ضايع منك. ايا كان الوضع، ام بتشتغلي، زوجة، ايا كان الوضع، جدة، الله وضع كل واحد وواحدة لهدف. احنا مش عايشين وبس، احنا عندنا دعوة، مش ناكل ونشرب لان غدا نموت،
مش العيال كبروا واتجوزوا وخلاص والاحفاد جاءوا وانتهت القصه. نو احنا عايشين لدعوه ولهدف، لابد ان نتمم الدعوه والهدف ونتحرك في ثبات ورسوخ وعدم تزعزع او اهتزاز. اسمع اجابه هذه الملكه الجميله، فقالت استير ان يجاوب مردخاي: اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جهتي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجواري نصوم كذلك. هنخصص وقت نكرس نفسنا ونتذلل أمام العرش أمام الله. هكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة. عملتها صح. في ناس بتعمل القرار وبعدين تصلي يا رب نجحه. في ناس بتعمل القرار لو مش منك يا رب بلاش، لكن دي عملتها صح، صامت وصلت واخدت الخطوة. ايه الخطوة؟ اسمع، الثبات. عمها عرف يربيها، مردخاي ربها صح، حطوا جواها العزيمة والرسوخ والثبات. فإذا هلكت هلكت، هدخل حتى لو كان ده نهاية عمري. يا حياتك رخصت كده؟ أدركت أن الله وضعها في هذا القصر ليس لنفسها لكن لشعبها، وثقتها في الله جعلتها زي ما بنقول بالدارج تحط حياتها على كفها. إن هلكت هلكت. لو الملك قرر إن دخلت في وقت غلط واتقطعت رقبتي تتقطع رقبتي على خلاف السنة، دخلت على خلاف العادة، على خلاف القوانين. وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة، فإذا هلكت هلكت. فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما أوصته به استير. نموذج رائع جميل لسيدة وقفت في الثغر، مش بس عشان عيلتها، مش بس عشان قرايبها، مش بس عشان نفسها، لكن وقفت في الثغر وأدركت إن المكان اللي هي موجودة فيه مش ليها لكن من أجل شعب وأمة على وشك الإبادة. تحسس بالدور اللي ربنا حطك فيه؟ ولا مقوقع نفسك بس على قدك؟ مقوقع نفسك بس على قدك؟ أنا زي ما بيقولوا الأمريكان I, me and myself. الثلاثي المرح. كان عندها رؤية، وكان عندها صمود، وكان عندها ثبات. لو انت ماشي ومش عارف انك رايح فين مش هتثبت. اي حاجة تجيبك شمال ويمين ليه؟ لان ما عندكش هدف، ما فيش رؤية. بكرة بنظام وبعده بنظام والنهاردة بنظام. ليه؟ لان ما عنديش حاجة ماشي عليها. انت مدعو من الله كعضو في جسد المسيح لتقوم بدور محدش تاني هيقوم بيه. اؤمن من كل قلبي بما اقول وتقوله كلمة الله.
صدقوني النيتش بتاعتك، المكان اللي بيتحط فيه محدش تاني يقدر يقعد او يدخل مكانه غيرك وغيرك. انا على قدي، وانت كده على قدك، دي حاجة بسيطة، هي الحاجة البسيطة مش هيعملها غيرك وغيرك. اوعوا تفكروا ان انا عشان واقف على المنبر وانتوا كلكم قاعدين بتسمعوا انا اللي بخدم. لا، يمكن المتكلم المنظور اقل واحد يكافئ من الله. ليه؟ لان في ناس غير منظوره في سريه تقف في الصغر وتصلي من اجل كثيرين وغير معروفين، انا باخد مكافئتي من الناس، لكن دول مكافئتهم من عند الرب. عشان كده محتاجين نصحح الموازين المقلوبة. ناس بتفكر ان الحاجة اللي باينة قوي هي دي احسن حاجة. لا، ده بالعكس، في نظر الله الحاجة اللي مش باينة خالص وتعمل من اجل الرب افضل من 20 خدمة للمظهرة والمنظرة والاسم والنجومية. احفظنا الرب، كل في مكانه نقوم بخدمتنا مدركين ان كلنا خادم ومخدومين، خدامين للملك. اللي حطنا في هذه المكانة ليس لأنفسنا لكن من أجل الآخرين. افتكر الخادم نفسه أحيانا انه هو واقف هنا عشان هو الرئيس. لا يا حبيبي، انت فاهمها غلط، انت دخل الخدمة بمفهوم خاطئ. الافضل لو سبتها. المسيح ذاته اللي غسل ارجل التلاميذ وقال لهم زي ما عملت في معاكم اعملوا، دي سكته ودي شغلته ودي طريقته. واللي يعرف يعيش من اجل الهدف اللي ربنا دعاه اليه بثبات، هذا هو الذي سيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يزبل وكل ما يصنعه ينجح، لأنه في المشيئة ثابت في كلمة وخطة الله له. عشان كده في غاية الأهمية أحبائي، مين اللي حواليك؟ مين اللي حواليك؟ العينة اللي حواليك هي اللي هتأثر عليك، مش انت اللي هتأثر عليها. عشان كده مهم جدا تحيط وتحيطي حياتك وحياتك بناس يحبوا الرب، يخافوا الرب، عايشين للرب، عندهم رؤية وهدف. مثال تاني في غاية الروعة والجمال، قبل أستير على طول لحامية اللي كان مركزه مرموق على مستوى الوزراء، ده سقي الملك، حياة الملك في إيده، ده مش أي حاجة يعني واحد وبس، لا، ليه مكانته، دي ناس كانت بتختار على الفرازة زي ما بنقول، مش أي حد، ده حد يوثق فيه والملك يثق فيه شخصيا، لأن سهل جدا يضيع حياته. ماله الراجل الكبار ده اللي عايش وعنده مركز محترم ومعاه فلوس وكل حاجة، ده في القصر، ما دي كانت في القصر برضه، ده برضه كان في القصر. الملك يقول له انت مالك حزين ووشك مكبد، هو ايه في مصيبة حصلت؟ ما انت عايش اهو في قصر. هو عايش في قصر بس عنده رؤية. قال له اورشليم، اسمع التعبير، بيت مقبرة ابائي، مكان اللي اتدفن فيه اهلي، أسوارها مدمرة ساقطة خربانة،
وأبوابها وأبراجها محرقة، محروقة. وأنا مش قادر أنام ولا قادر أعيش. ليه يا عم؟ إيه اللي واكل قلبك كده؟ قال في حاجة ربنا حاططها عليا، وفي دعوة وفي رؤية عايز أتحرك ناحيتها. عشان كده لا عجب إن صور، حاولت أقرأ أشوف الصور ده يعني أبعاده كم ميل وقد إيه، لقيت إن الأرقام بتختلف من مفسر لآخر، لكن أجمع الكل تقريبا 4000 متر مربع. طب انت قد الشغلانه دي؟ هتجيب ناس منين؟ هتعمل ايه؟ ده انت في بلد ودي بلد تانية خربانه خالص. لان كان عنده رؤيه وعنده خطى ثابته. ترجى الملك وحماه الملك وارسله وعمل له تعزيزات وتوصيات حتى وصل الى اورشليم. اللي ما يتعملش عمله. بنى قصر 50 يوم، سور ارتفاعه 12 متر، عرضه 2.5 متر، تجري عليه عربيات بحصان. عنده اعداء في كل مكان، من ضمنهم عرب هناك كانوا اعداء. لكن ماذا فعل؟ كان عنده رؤية وكان عنده هدف. تمم الرؤية والهدف. 10 بوابات بناهم، رممهم وأقامهم. ابني قدام بيته، قال له مالكش دعوة باللي جنبك، انت خليك في نفسك، ابني قدام بيتك. كل واحد بنى قدام بيته بيهاجم، والعدو لا يهاجم الا الناجح. قريت مرة قصة معبرة عن كنيسة، العدو مشاكل مستمرة، فلما اقترب الخادم إلى الله وذهب إلى عرش نعمة، ربنا مش ملاحق، كل يوم والتاني عندي مشكلة. الرب وراله في حلم كنيسة تانية، أجراس ضخمة وكبيرة ومليانة كراسي ومليانة مناظر وصور، لكن لقى شياطين صغيرين نايمين جوه الجرس. قال له الكنيسة النايمة الميتة هم نايمين جوه، لكن الكنيسة الحية المدافعة سيكون لها أعداء. اوعى تفكر الصخرة أو الجرف اللي في وسط المياه المية مش بتضربه، لا، دي بتضربه بطريقة مستمرة لأنه صخرة. وهكذا المؤمن الراسخ الحقيقي سيهاجمه العدو، لكن هذا لا يعني الهزيمة، لكن بالعكس يعني أن هناك ناس خدام أمناء كنيسة تسير في موكب النصرة في المسيح يسوع. أمثلة كثيرة جدا في الكتاب المقدس، وقت سرقني، ولكن سأواصل مع حضراتكم في المستقبل عن هذه النماذج الجميلة. لكن إيه رأيكم ناخد دقيقة نصلي، كل واحد كل واحدة قل له يا رب إن كانت حياتك ثابتة قل له نعمة خاصة من لدنك حتى لا أكون متزعزعا أو مهتزا. إن كنت متزعزع
هناك أمور بتخليك متردد في حياتك، قول له يا رب أنا عايز أغير الاتجاه اللي أنا ماشي بيه وأتحول إلى إنسان أو إنسانة راسخة في شخصك، فأتمم الدعوة التي دعوتني إليها يا رب وأعيش أرضيك في كل طرقي. أمن يا رب على هذه الكلمات واعطي لنا نعمة حتى نعيش في ثبات غير متزعزعين، راسخين، مكثرين في عمل الرب كل حين، مدركين أن تعبنا ليس باطلا في الرب. في اسم المسيح آمين. تفضلوا الترنيم. أبانا الذي في السماء القادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الوحيد الحكيم مخلصنا، له القدرة والمجد والكرامة، ونعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وتعزيات الروح القدس تكون معنا تدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين.